طالما بنتكلم على المسلسلات، مسلسلات رمضان تحديدا، احنا وتحديدا الجيل يعني من جيلي او قبل كده، في حاجة اسمها الموسيقى التصويرية اللي بتربطنا برمضان. لحد النهاردة لما بنسمع موسيقى تصويرية لمسلسلات رمضان زي كانت رأفت الهجان، ليالي الحلمية، الشهد والدموع، ودي كانت أحد العوامل المهمة جدا لنجاح المسلسلات والأعمال دي اللي بترسخ في الذاكرة. دايما الذاكرة السمعية بتبقى نشطة ومهمة جدا في تكوين الصورة. لما بسمع موسيقى تصويرية معينة بعرف اللي شغال ده إيه حتى لو أنا مش بشوف. السنة دي وتحديدا بقى في رمضان، واحنا متعودين زمان كان في حاجه اسمها الف ليله وليله، كانت بتعرض بطريقه معينه، والموسيقى الشهيره بتاعتها السيمفونيه للفنان الروسي، لكن فضلت معلقه معانا الف ليله وليله باسطوريتها وبالموسيقى التصويريه الخاصه بيها. السنه دي بالموسيقار شادي مؤنس بيضع الموسيقى التصويريه والتترات ل مسلسلين ضمن الموسم الرمضاني 2024. المسلسل الأولاني مسلسل جودر للنجم ياسر جلال والمخرج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث. الجودر هو أحد شخصيات الأسطورية في ألف ليلة وليلة، جودر الصياد. كلنا في ناس كتير تبقى عارفة القصة دي تحديدا. الموسيقى التصويرية للمسلسل بيضعها الموسيقار شادي مؤنس السنة دي، وأيضا تتر البداية والنهاية. مسلسل جودر تحديدا من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور اللبنانية وياسمين رئيس وطارة عماد وأحمد بدير وأيتن عامر ووفاء عامر وعبد العزيز مخيون وعلي صبحي ووليد فواز وياسر الطبجي وأحمد كشك وجيهان شمشيرجي وعيدة رياض ومحمود البزاوي ومجدي بدر وآخرين، مع الاحتفاظ طبعا بالألقاب لكل الأساتذة العظام اللي احنا ذكرناهم. والمسلسل الثاني مسلسل صيد العقارب بيضع ليه أيضا الفنان والموسيقار شادي مؤنس الموسيقى التصويرية وتتر النهاية فقط، وهو من تأليف باهر دودار وإخراج أحمد حسن وبطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر. هنشوف برومو صيد العقارب اللي هيعرض في شهر رمضان القادم، وبعد كده نكمل كلامنا عن الموسيقى التصويرية في مسلسلات رمضان. سبت شغلي كله مع العقارب، والحكاية دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدغ. لا تخيل بقى تدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية. عايز ايه انت؟ الوضع على رجلك عشان تسامحك. انا مش هرحم حد. جاي سواد صراحة ابو الحل يموت. احنا في حرب، طول ما احنا عايشين محدش هيهوبنا حيتك. قسما بجلالة الله ما ارحم حد فيكم. ولادي زي رغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. بس رحمة الغني لو روح حد ياسين ما هتكفيني عيلة الغول كلها كلها. كل سنة وحضراتكم طيبين. هندخل مباشرة في موضوع الموسيقى التصويرية. معانا على التليفون الموسيقار شادي مؤنس مؤلف الموسيقى التصويرية لجودر والمسلسل الآخر اللي هو معانا صيد العقارب. أستاذ شادي أهلا بيك معانا يا فندم. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. وحضرتك طيب وبخير ورمضان كريم على مصر كلها يا رب والأمة العربية كلها يا رب. أستاذ شادي خلينا نبدأ بجودر. أيوة. الموسيقى التصويرية لجودر، وهو أحد أبطال أو أحد شخصيات الأسطورية لألف ليلة وليلة. أيوة. الشعب المصري بقى عنده وعي بمسألة الموسيقى التصويرية. أستاذ شادي لو حضرتك توافقني على الكلام ده، بقينا بنشوف ناس وشباب كمان بيشير مسألة التراك، بس تراك المزيكا بتاع سواء تتر البداية أو النهاية أو تيمة كده معينة من تيمات العمل نفسه الموسيقى التصويرية. العمل التاريخي او الاسطوري اللي بيبقى عامل زي الف ليله وليله، الموسيقى التصويريه بتاعته اكيد بتكون مختلفه عن الاعمال التانيه، وحضرتك عامل عملين السنه دي. نبدا بجودر. والله جودر طبعا كلمني الاستاذ اسلام خيري وشركه اروما مع شركه ميديا هاب،
عشان احط الموسيقى التصويريه. والحقيقه انا يعني لما اتفرجت على الماتيريال يعني اوعد الساده المشاهدين انه هيشوفوا صوره ما شافوهاش قبل كده يعني تمام مبهره جدا جدا. القصه جذابه جدا جدا. الاخراج كل يعني الحقيقه على كل المستويات. مش عايزه يعني مش عايزه اشكر في المسلسل قبل ما الناس تشوفه، بس هتشوفوا عمل مختلف. ما اعتقدش انه حصل قبل كده في الدراما المصريه عمل بال بال بال, بال في كم الابهار ده. طبعا ده مش اول تعامل ليا كمان مع الاستاذ ياسر جلال. ده انا كنت عملت معاه الفتوه قبل كده، وده تاني تعامل وانا بتفائل جدا لانه كان اول عمل ليا في حياتي الموسيقى التصويريه كان الفتوه. الموسيقى على المستوى الموسيقي بقى طبعا الموضوع موضوع لان القصه فيها رحله كبيره. اولا في قصتين، قصه شهريار وشهرزاد المعروفه اللي هي بتحكي له القصه اللي هي المعروفه للجميع يعني، وقصه بقى جودر اللي هي رحله جودر بقى وصراعه مع عالم الجن وبحثه عن الكنوز وازاي بيسافر ويتخطف يعني فكل دي انواع موسيقى مختلفه باشكال مختلفه، بيروح المغرب فيعني في تنوع موسيقي كبير في العمل الواحد. في العمل الواحد يعني ده انا بقوله. انا لما جيت اشوفه ثم يا جماعه ده ثلاث مسلسلات مش مسلسل واحد على المستوى الموسيقي، لان هتلاقي فيه جنرات مختلفه جدا من المزيكا جوه نفس المسلسل. فربنا يقدرنا ونعمل حاجه كويسه وتعجب الساده المشاهدين وتبقى يعني بصمه في تاريخ الدراما يعني يا رب ان شاء الله. هل بدانا في المسلسلات وتحديدا اذا كنا نتكلم على الف ليله وليله، هل بعدنا عن التيمه القديمه اللي احنا كلنا مرتبطين بيها وبدانا نعمل موسيقى مختلفه للمسلسلات اللي هي بتحكي نوع من الخيال؟ هو طبعا الموسيقى كلها مختلفه ولكن طبعا هي التيمه موجوده في القصه بتاعت وادرك شهريار الصباح. بتحصل التيمه بتاعت كورساكوف بتاعت أيوة. شهرزاد دي بتبقى موجوده يعني كنوع من انواع خلاص ارتباط الناس بألف ليله وليله بكورساكوف يعني ففي الحته دي. لكن كل المزيكا بقى تبقى تماما مختلفه يعني مختلفه حتى على مستوى القصه ومستوى الصوره يعني لا الموضوع رايح في حته مهمه جدا يعني. هو احنا متشوقين جدا لل والله انا كمان متشوق الحقيقه، عايز اشوف العمل ده لما يخلص. والجرافيك الحقيقه اكيد بيعتمد هم عامله شغل عظيم يعني بجد يعني عامله شغل يعني مش هتصدق انه ده معمول في مصر. طبعا احنا مصر عندنا نعرف نعمل كل حاجه بس يعني ايه لا السنه دي هتشوفوا حاجه مختلفه تماما. طيب والمسلسل الثاني بقى صيد العقارب. صيد العقارب ده تاني تعامل ليا مع الاستاذ احمد حسن وبعد مسلسل العوده وكمان مع اول تعامل مع استاذ باهر دويدار. الحقيقه القصه مشوقه جدا جدا، التمثيل على مستوى عظيم يعني الاستاذ غاده الاستاذ رياض الخول الاستاذ احمد ماهر الناس كلها قامات يعني في التمثيل كبيره جدا. القصه بتفضل شداك طول الوقت انت مشدود. الموسيقى رايحين في سكه مصري لا هي شرقي بحته ولا هي غربي او كلاسيك يعني هي سكه مصري شبهنا لان هم الصراع ده يدور ما بين عيلتين مصريين اصلهم صعيده او اصلهم يعني من جنوب ولكن على مستوى عالي من الثراء يعني والاجيال الثانيه بقى اجيال خلاص مودرن يعني ولكن هم اصل القصه اصل الصراع ما بين الاستاذ رياض طبعا الموسيقى الموسيقى لازم تجسد طبعا القصه اللي موجوده بالظبط. الموسيقى هتلاقي فيها صراع ولكن هيغلب عليها الطابع المصري اللي هو بيبقى قريب من قلوبنا كلنا يعني لانه في الاخر احنا مصريين والمزيكا المصريه بتمسنا اكتر من اي حاجه تاني. مهما عملت مزيكا مبهره وعملت مزيكا متوزعه ازاي ومكتوبه ازاي ومعزوفه باوركسترا عامل ازاي لكن الموسيقى المصري زي ما حضرتك ذكرت كده في التقديم انه ازاي ارتبطنا بعمار الشريعي وبياسر عبد الرحمن وعمر خيرت لانه مزيكتهم مصريه خالصه بالظبط تعبر عن المصريين وعن احاسيسهم وبتلمسهم.
قلت كمان ان الموسيقى التصويريه هي عامل مهم جدا من نجاح يعني هو تقريبا الموسيقى التصويريه دي ممكن تعيش العمل لسنين طويله. طبعا احنا يعني ارتبطنا بمسلسلات كتير بسبب التترات. كمان الموسيقى جوه في المشاهد يعني بتساعدك على انك تساعد انك توصل حكايه الممثل اكتر وتدي روح وتدي طابع وتدي هويه للمشهد وللمسلسل. فطبعا الموسيقى التصويريه وخد بالك الموسيقى يعني السينما مثلا ابتدت بالموسيقى قبل ما يبقى فيه كلام اصلا. السينما الصامته يعني بدايات السينما الصامته كانت مزيكا مزيكا هي اللي كانت بتعبر عن المشاهد، ما كانش فيه كلام، ما كانش فيه سيناريو. او يعني ما كانش فيه لا واحنا لو تخيلنا المشاهد من غير موسيقى مش هنقدر نتفرج عليها. يعني ودي مسؤوليه يعني كبيره بتقع عليك كمؤلف موسيقي وداخل موسم رمضان، فالمسؤوليه بتبقى كبيره جدا. طبعا 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 مع حجم الاعمال العملين الحقيقه ومنافسة وحجم النجوم، فربنا يكرمنا ويقدرنا ونعمل حاجه تعجب الناس ان شاء الله وتبقى على مستوى توقعاتهم يا رب. انا بعد يعني متوقع جدا نجاح المسلسلين دول من تحديدا من ناحيه الموسيقى التصويريه زي ما نجح الفتوة، يعني كان عمل رائع لحضرتك. الحمد لله بنبارك لك مقدما على المشروعين المهمين دول في رمضان ان شاء الله، ومنتظرين ومتشوقين جدا لسماع مشاهدة المسلسل وسماع الموسيقى التصويرية. ربنا يخليك يا فندم، كتر الف خير. بشكرك جدا وحضرتك طيب يا فندم. الاستاذ شادي مؤنس الموسيقار الكبير وصاحب الموسيقى التصويرية لمسلسلي جودر وصيد العقارب.